السلام عليكم، ازيكم يا بنات، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا معاكم في فيديو جديد. النهارده بقى اعمل لكم حاجه مختلفه خالص. النهارده انا كنت في مول الصياغ اللي عندنا في دمياط، فقابلت مدام سونا فؤاد. هي ما شاء الله عندها جاليري كده اسمه اهو سونا فؤاد، بتاع ستاير وستاير ومفروشات والكلام ده كله. انا هصور لكم برده المحل كده يا بنات. هي ما شاء الله عندها براءه وحاجات جميله جدا. هي قالت لي على فكره حلوه قوي كمان، اي بنت نفسها بقى تجدد عندها مثلا ستايرها قديمه او البراءه بتاعتها قديمه، ممكن تجيبها لها هنا في المحل وهي هتغيرها لها، هتاخد هي القديم وتجيب لها هي الجديد. ما شاء الله يا بنات عندها حاجات جميله قوي، كمان عندها هنا مفروشات وكلام من ده. انتوا كمان لو جيتوا لها قلتوا انتوا جايين من طرف ياسمين طوري بيتك ومطبخك، هتظبطكوا جامد يعني ان شاء الله. فشوفوا كده اللي تحب بقى، بنوته نفسها تتجوز جديد، بنوته بقى نفسها تغير عفش بيتها او كده البراقع والكلام ده كله. وما شاء الله هي عامله هنا كمان التكاوي الحاجات دي اللي عامله الاستايرات الحلوه دي. في عروض كمان هتاخدوها ان شاء الله فوق البيع يعني التكاوي دي، وكمان في حاجات كتير قوي بتقول لها عليه ان شاء الله هتعمله لك وهتظبطكوا جامد يا بنات. هي اتفقت معايا على كده ان شاء الله هتظبط اي واحده هتجيلها كمان من طرفي وهتهتمي بها جدا جدا. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم، وما تقلقوش يعني تعالوا هنا وان شاء الله هتشوفوا كل جديد عندها. وعندها طبعا اكيد ديكورات اكتر من كده، انا بصور لكم بس يا دوب كده اللي في المحل، وانتوا تعالوا كمان بنفسكم ان شاء الله، وان شاء الله تكون فتحه خير معاكم. وباي باي.